السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بسلسلة النيفروباثولوجي. وصلنا للعرض الحالي رقم 6. نبدأ. راجعتنا مريضة كوكيجن بيضاء، عمرها 72 سنة، جاية بشكاية حديثة لوزمات بالطرفين السفليين من شهر. تم تشخيص نيفروتيك سيندروم عندها، في عندها بول 24 ساعة 11 جرام بروتين أكثر من 3.5، وفي عندها الألبومين 2 منخفض أقل من 3، وعندها الكوليسترول 302. بقصتها المرضية السابقة في مشخصة داء سكري من سنتين، ما عندها ايفيدنس، ما عندها اثبات على ديابيتيك ريتينوباثي، اعتلال شبكية سكري. بالنسبة للـ A1C للتحاليل السابقة او قريبة كان عندها الـ A1C 7. ما في عندها قصة ارتفاع ضغط شرياني، مع ضغطها الدموي 110 على 60 مليمتر زئبقي. لو سألتكم سؤال، ممكن يكون النيفروتيك سيندروم تبعها متعلقة بالداء السكري عند هاي المريضة؟ هل هي العلاقة بالداء السكري؟ لو كنا عم نحكي عن تايب 1 داء سكري من النمط الاول بغياب اعتلال شبكية سكري، ما في اعتلال كلية سكري لو كانت تايب 1، بس كونه هذا تايب 2 فلا علاقة لوجود اعتلال الشبكية السكري بوجود اعتلال الكلية او لا. فهي المعلومة لو كان تايب 1 مستحيل يكون معها اعتلال كلية سكري، فقط للعلم. طبعا انا بهي المريضة في عندها الـ A1C 7، فربما يكون ممكن يكون في سوء ضبط سابق للداء السكري، بس يعني من غير المحتمل بهي القصة انه يكون انا اقول اني والله بدء حديث، خاصة انه هذا عم تحكي بدء حديث هوني لمدة شهر، فصعب انه يبدأ الداء السكري بهالشكل نيفروتيك سيندروم خلال شهر واحد. فهي كفكرة سريعة. بالنسبة للكرياتينين عندها 1.2. بالنسبة للسيرولوجي للتحاليل المصلية كلها كانت نيجاتيف، سلبية أو طبيعية، وهذا بيشمل الـ NA، الكومبليمنت C3 وC4، الهيباتيتس S أنتيجين، الهيباتيتس C أنتيبادي والأنكا، كلهم كانوا نيجاتيف أو طبيعيين مثل ما قلنا C3 وC4. نعمل لها سيروم بروتين إلكتروفوريسيس، رحلان كهربائي للبروتينات بالمصل، وكان ما في إيفيدنس على مونوكلونال سبايكس، ما في كان ذرة وحيدة النسيلة بالبروتين إلكتروفوريسيس. وزن المريضة 140 باوند، يعني حوالي 70 أو 65 كيلو. البادي ماس اندكس تبعها 27، شوية يعني مقبول. والكيدني سايز كان 11.5 سنتيمتر بالطرفين. نعمل لها خزعة كلية. هذه أول سلايد. أعطيكم 5 ثواني تثبتوا سلايد، ممكن تقرأوا وتحطوا ملاحظاتكم. هذا السلايد الثاني، 5 ثواني ثانيات. هذا السلايد الثالث. طبعا هذا احمر الكونغو تحت المجهر البولارايز المستقطب. هذا الامينوفلوريسنس. هذا المجهر الالكتروني. وهذه صورة مكبرة أكثر للمجهر الإلكتروني. طيب، ما هو أفضل تشخيص لهذه المريضة؟ هل هو ديابيتيك جلوميروسكلوروسيس، تصلب كبي داء سكري يعني اعتلال كلية سكري؟ هل هو رينال أميلويدوسيس AL لامدا تايب، داء الأميلويد من النمط الـ AL اللي هو أميلويد لايت تشين لامدا تايب؟ هل هو فيبريلاري جلوميرونيفرايتس، التهاب الكبد والكلية الليفيني، ترجمة فيبريلاري ليفيني؟ هل هو اميونوتاكتويد جلوميرونيفرايتس، هذا التهاب الكبد والكلية المناعي؟ التاكتويد هي مغزل بترجمها او هيك شيء، صراحة ماني متذكر ترجمتها الدقيقة، بسموه اميونوتاكتويد. او هو لايت تشين ديبوزيشن ديزيز اللي هو داء السلاسل الخفيفه، داء ترسب السلاسل الخفيفه ال سي دي دي لامدا تايب. فهو واحد من هذول التشخيص الخمسه، اختاروا واحد من التشخيص، سبتوا سلايد ممكن ترجعوا وننتقل لنقاش الحاله وبعدين جوابها. ببدأ بالسلايد الأول. أول شيء هذا الملون هو الهيماتوكسرين إيوزين، ماني شايف لون أرجواني هون، وهذا بالتالي هذا مانو باس، هذا هيماتوكسرين إيوزين.
تعليقي عليه، أنا شايف الميزانجوم expanded، في توسع بالميزانجوم. لاحظوا هاي المناطق كلها هذه مو طبيعية، ما لازم يكون الميزانجوم بهذا الشكل، وشكله مو توسع خلوي، ما في زيادة بالخلايا تبع الميزانجوم، شكله غالبا في ترسب مادة بالميزانجوم هي عم تخليه يتوسع بهذا الشكل. فهو سيلولر، توسع ميزانجيمي غير خلوي. ماني شايف الكابيلاري مفتوحه، ما فيها بروليفريشن، ماني شايف المسافه البوليه فري، ماني شايف فيها كريسنتس. فالتعليق هون في عندي ميزانجل اكسبانشن، هذا هو التعليق الوحيد بهذا السلايد. هذا الملون اولا هذا بي اي اس، لاحظوا اللون الارجواني على محفظه بومان. فلاحظوا المسافات الميزانجل اكسبانشن المتوسعه، انا شايف حاطط عليها سهم. قارنوا اللون تبعها مع اللون الارجواني شايفينه هون بال بومان كبسول، هل هي بوزيتيف او ويكلي بوزيتيف او حتى نيجاتيف فيني اقول. فلاحظوا انه اللون اقل بكثير، اللون الارجواني ما انه واضح. فهذه الميزانجل اكسبانشن بي اي اس ويكلي بوزيتيف او نيجاتيف فيني اقول، خليني اقول ويكلي بوزيتيف، فهذا له دلالته طبعا. مقارنة مثلا بالداء السكري، لو كان في توسع ميزانجيمي سكري بتكون العقيدات او الكيميال سيل بيرسون بتكون بوزيتيف، بيكون نفس اللون. راجعوا الحالة السابقة. هذا الكونجريد بس محطوط تحت المجهر البولورايز اللي هو المجهر المستقطب، واكيد شايفين او هذه العلامة الفارقة اكيد سمعانين فيها كثير اللي هي بسموها الابل جرين اللي هو اللون الاخضر التفاحي، يعني هون عاطي على اصفر بس هو بسلايدات يمكن يكون لون اخضر. فاكيد صار ببالكم تشخيص الاميلويد حقيقه، فمجرد شفتوا الكونجريد بوزيتيف والابل جرين الاخضر التفاحي فهو بيوجهنا للاميلويد. هذا شيء بيثبت الكلام انه هذا اميلويد. لاحظوا انه اللامدا بوزيتيف والكابا نيجاتيف، شو قيمة هذا الكلام؟ قيمته انه في ريستريكشن، يعني ما في عند يعني نحن الاميلويد بينتج عن مونوكلونال امينوغلوبولين. فهذا الشيء اما بيكون لامدا او كابا، الاشعة يكون لامدا، فما بيكون اثنين سوا موجودين، فهذا بيدل على ريستريكشن على مونوكلوناليتي. فاللامدا بوزيتيف الكابا نيجاتيف، هذه اللي بنشوفها بالامينوفلوريسنس. هلا بالمجهر الالكتروني لاحظوا في ديبوزيتس، لاحظوا بكل الساحه معبايه بس ما انا واضحه كثير، فبنطلع على الاكبر منها كبرنا الساحه. لاحظوا انه هي الديبوزيتس هي فايبريل بشكل لويفات او الياف صغيره، لو قسناها لو اخذنا ياسا شو بتتوقعوا حيكون المسافات او حد ايش حتكون طولها؟ لو قسناها حيكون طولها بالنانومتر حوالي 10 نانومتر، احفظوا هذا الرقم. وهذا طبعا بيشخص او بياكد تشخيص الاميلويد. فتشخيصها القراءه مثل ما قلنا في ميزانجل اكسبانشن ويكلي بوزيتيف للبي اي اس، وهذا بيميز الاميلويد. الكونجوريد كان بوزيتيف والابل جرين بايفرنجنس بالبولارايزد لايت شفتوه، اضافه لانه لما شفنا الاميونوفلوريسنس ان اللايت تشين ريستريكشن وكانت لللامدا، الاميلويد بيجي مع اللامدا اكثر ما يجي مع الكابا. ما بقية الإيمينوغلوبولين ما كانت موجودة بالتلوينات، اللامدا موجود بالأوعية لأنه الأميلويد بيهاجم كل الكبة الكلوية والخلال، بيهاجم كل شيء، بيهاجم الأوعية بالذات. فبالإلكترون مايكروسكوبي شفنا الفايبريلر ديبوزيتس اللي هي التوضعات الفايبرينية أو اللويفات، أطوالها ضروري جدا نميزها لأنه هذا بيحط تشخيص التفريغ لها هي 8 إلى 12 نانومتر. والتشخيص النهائي كان رينال أميلويدوسيس اللي هو الداء الأميلويد الكلوي من الـ AL type. AL هو الأميلويد اللايت تشين. هلا معظم الاميلويد بيجي مع اللايت تشين، مع السلاسل الخفيفه للامينوغلوبولين، في نسبه قليله جدا ممكن تجي مع السلاسل الثقيله وقتها بسموه الاي اتش تايب. هاي مشان تتذكروا انه نحن معظم الحالات هي اي ال، بس لو شفتوا الاي اتش بتكون الاميلويد على الهيفي تشين على الاتش. طبعا هذا شيء نادر يعني حوالي 5%. في الاميلويد الثاني اللي بيجي مع الحالات الالتهابيه الكرونيك انفلاميشن مثل الريماتويد وغيره، فبيكون الرمز تبعه AA يعني اميلويد A.
فبيكون ناتج عن تحول البروتين الالتهابي الى اميلويد. هذا باختص يعني انا ما بدي ممكن لاحقا احكي محاضره كامله عن البارابروتينيميا ناوي ان شاء الله. المونوكلوناليتي جاما المونوكلونال جاموباثي لما بيكون في اعتلال جاما وحيد النسيل يعني في انتاج زائد لاحد اجزاء الاميونوجلوبولين من نسيله وحده بيؤذي الكليه بعده اليات مختلفه وامراض مختلفه. استعرضنا اليوم نحن الاميلويد. بالاميلويد اللي بيصير انه بيترسب الاميلويد الفايبريل هي الاميونوجلوبولين بتتعرض لتفاعل كيميائي بتتحول فيه للوييفات لفايبريل. هاي اللويفات بتترسب بالميزانجوم وبتعمل توسع بالميزانجوم مثل ما شفنا، ولذلك هذه اللويفات ما هي كولاجينية لأنه هي جاية من الإيمونوجلوبين، لذلك ما بتاخذ البي اس ما بتاخذ الباس. هاي نقطة مهمة بالتشخيص التفريقي. هلا بقية الأمراض اللايت تشين ديبوزيشن ديزيز واللي هو بيكون ترسب للإيمونوجلوبين نفسها بدون ما تكون اللويفات بنفس المكان. الكاست نيفروباثي انه بيكون هذه الاميونوجلوبين بتعمل انسداد بالانابيب الكلويه بتعمل كاست اضافه لاذيه البروكسيمال تيوب سواء كان فانكوني او غيره فانكوني. هذه كلها اليات محتمله لاصابه الكليه والجهاز البولي بالمونوكلونال جاموباثي. هنستعرضهم لاحقا كلهم بس هالمره استعرضنا الاميلويد. بالنسبة للتشخيص التفريقي أو بقية الحالات ديابيتيك جلوميرولوسكليروسيس تصلب الكبي السكري بهالحالة شوي مستبعد، التطور كان سريع أسرع ما أنه يحدث بالداء السكري، إضافة إلى أنه السكري كان نوعا ما مضبوط الـ A1C كان 7 ربما هذا بيستبعد. وبالباثولوجي شفنا أنه الـ PAS كان نيجاتيف وشفنا فايبريلز بالمجهر الإلكتروني وكان في ريستريكشن بالجاما بالعفوا بكابا لامدا، لاحظوا انه كابا ما كانت موجوده، فهذا كله عكس او بيستبعد تشخيص الداء السكري. رينا الاميلويدوسس حطينا التشخيص. بالنسبه للفايبريلاري له نمط بيظهر بشكل مختلف، ما بيكون في عقيدات، ما بيكون في كيميل ستيل ويلسون، اضافه لانه تحت المجهر الالكتروني بنشوف فايبريلز اطواله مختلفه عن الاميلويد. هون بالاميلويد حوالي 10 نانومتر، بالفايبريلاري حوالي 20 16 ل 24 نانومتر. الاميوتاكتويد كمان بيكون نوعا ما تظاهره مختلف، ما بيساوي كيميل سي ويلسون على ما اذكر، بس كمان بالمجهر اللي بيحط تشخيص بالمجهر الالكتروني بيكون الترسبات بيكون اطول من الحالتين السابقات، بيكون حوالي 30 نانومتر 30 ل 50 نانومتر. المرض الاخير هو اللايت تشين ديبوزيشن ديزيز، داء ترسبات السلاسل الخفيفه. بهالحاله بيكون بيشبه داء السكري كثير، يعني بيكون في عندك افراز لاكسترا سيلولر ماتيريال بالميزانجوم وبتاخذ البي اي اس هي رقم واحد، اضافه لانه بالمجهر الالكتروني وقت بترسب الاميونوجلوبولين او اللايت تشين بتترسب ما بتعمل فايبريز مثل ما الاميلويد، بتترسب بشكل باودري بشكل نقط مثل البودره يعني، خليني ممكن نشوف فيكم اياها بحالات لاحقا. هيك بيكون خلصنا عرض الحاله، اتمنى انه تكون اعجبتكم. ان شاء الله بنتابع بالحالات القادمه حالات ثانيه. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم.